حددوا الخميس الجاي يوم محاكمة كريم. رح تخبريه لمين القاتل؟ هجر، هجر ببوس ايدك لا تمشي وتخليني واقف لحالي مثل المجنون. بحلف لك انه ما كان قصدي اقتله. والله العظيم اللي صار غصب عني. لا زيدي على قلبي اكثر، انا من غير شي حياتي خربت وقلبي انحرق. لا تتخلي عني، انا محتاجك كثير. خلينا نتجوز ونعيش حياتنا بعيد عن هون. امورنا الماديه صارت منيحه وصار فينا نعيش مع بعضنا وين ما بدنا. من غير شي انا حياتي تدمرت وما بقى لاقي معنى. لا تصيري انت والزمن علي. من يوم قتلته كأني قتلت حالي. ما مصدق. مالي غيرك، لا تتخلي عني. وقفي معي وساعديني. أنا بدي أكمل حياتي معك. صدقيني بحبك من كل قلبي. أنت أغلى شي عندي. هاجر. شو جايبكن لهون؟ شو عم تعملوا بالمقبرة؟ احكوا لشوف. جايين على قبر ابني ما هيك؟ ابنك كان رفيقي. جبت مصطفى واجيت لاقرا له الفاتحة. ما استرجيت اجي على المقبرة لوحدي، طلبت من مصطفى انه يجي معي. اعطيناه كل شيء طلبته، ومع هالشيء ما بين معك ورحت شهدت ضده. لحظة شمس لحظة. أنت قايلة للقاضي إنك شفتي ابني ليلتها؟ كريم لما ترك ابني وراح صحيح كان عايش؟ إيه صحيح. حكيتي معه يعني؟ لا يا خانم ما حكيته، بس شفته وكان عم يتحرك. وصفي لي كيف كانت حالته. مو وقتها. حكيلي كيف كان ابني لما شفتيه انت؟ حكيلي الله يخليكي. كان عم ينازع وعم يتوجع وما حدا عنده. انت اخر وحده شفتيه بعد القاتل وقبل ما يموت. ريحي لي قلبي وقولي الحقيقه، شو صار؟ ليش ما قربتي لعنده وحكيتي؟ يمكن لو قربتي منه ما كان هداك الحقير وصل لعنده وقتله. ما خطر لي انه يصير هيك شيء. يا حبيبي يا ابني، ليش رحت وتركتني؟ حكالك عن حدا مضايقه او مزعوج منه؟ قلت لك من قبل، مراد كثير كتوم. ما حكالك ولا مرة عني أنا؟ ما حكالك؟ ما قالك إذا بيحبني ولا لا؟ أو إنه حتى بيكرهني؟ أو أي شيء يريحني؟ كندا مو هيك، ماسكي شوي. يا عمري، يا روحي، أنت وين رحت وتركتني؟ وينك يا قلبي؟ وينك يا أمي؟ زعلتك لتروح وتخليني؟ أنا آسفة يا روحي، والله أنا بحبك كثير وما بيهون علي زعلك، ما بيهون علي، والله ما بيهون. أنا أمك يا عمري، رجع وأنا براضيك، والله براضيك. كندا قومي خلينا نروح، بوعدك بكره بجيبك. ليك يا أمي وحياة عيونك، لحتى دور على الواطية اللي غدر فيك، ما رح يهنا لي عيش تلاقيه. بدي اخذ لك بتارك، كريم او غيره مين ما كان يكون رح لاقي لو تحت الارض. بوعدك يا عمري اني رح لاقي اللي حرمني منك وقتله، ولو بكلفني حياتي. بكفي كندا، يلا. يلي قتله قريب منكن مو بعيد. يلي قتله واحد من عيلة رشدان. مين منهم؟ مين هو يلي قتله لابني؟ هن الوحيدين اللي إلهم مصلحة بيقتلوا لأنهم خافوا يفضحهم. بالفترة الأخيرة كانوا متضايقين منه كتير. فهمني شو قصدك يا ولد؟ خافوا إنه يضعف يعترف عليهم، مشان هيك قالوا من سكته. مثل ما توقعت، مثل ما توقعت بالضبط. وقلت لك هالشي، هن يلي قتلوا، ما قلت لك من قبل. ليك حتى هو عم يأكد شكي، هن يلي حرموني من ابني.
شمس بدي اشتكي عليهم وواجههم، ما بتكفيني رواحهم كلهم قدام دمه. وعدته افدي بدمي وعمري كله، روحي بترخص له. امشي كندا، يا ريتني بدالك.